حب حب وانا همي وسائل حب حبي يبوان ترخصن اوهي تيم كتوانن دیاره هندهی چنی که تاوی نبر وقتی او گوشت خون هندهی هست که تاوی نبر انسان هست که تاوی نبر کی آه دیاره هندهی هست که تاوی نبر وانجی اوه دعایتی بود کن بجن بابو دیاره تو بخودی که ایدو زیب که دستی و ببر چه دعوه بابو یا ببخت یا ظالم ادی بالآلاف المعلفه بین عذابدان تعذیبدان فی سجونهم و بین کشتن ببنادقهم ولا يحرث فيك غيرة يا ابن الإسلام يا ابن المسلمين والإسلام منك بريء يا بغيط يا دخيل يا يتيم يتيم على مائدة الذئاب الكاشرة مخالب الذئاب أدين مكتاه كدستي وببرن أفقو بحتاكري ملكي في فقير جستان دي بيبختي يدزي مالوي كيف كمالوي متجرها ميابري أدي تشلف دستبكين يعني نقبلها ونقدسها أو نعاتبها او دست خودریش کتن بنا میس عالمی بروح عالمی بمال عالمی لا تستحق الحیات منا ادی اسلام 14 قرن حکم کری نظام العام هو الاسلام من عهد الرسول صلی الله علیه و سلم الى آخر عهد سلطان عبد الحمید العثمانی الثانی تزانی نظام عام اسلام بیا هکر ثغرات جهبن ثغرات هبون سه دست یه تات گبرینی فقط او عالم مال خود تلا وکری هر بسیار خلک حجاب کنه به چنه حجه دکانت خود گرن او وقت آن چنه به همان دکانت آن وکری نخی ناگرن بو چی دزینی نه رقابه یه هی راسن بلا جکتورن و راسن دست خود روش کنه ماگر بروی و دار القضا شرعت تاق اولا دست وجه وکر افیه بوده حتا خیزی عار بوده او دست تا دوی به دستی داشتر میش خوب که و اگر اسلام حساب اوه بت اسلام عقیده بت و شریعه بت عالم دی مرتاح بتن جبر هندی الشیخ ابو الحسن الندوی الهندی رحمه الله تعالی کتاب خدا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نبي كتبوي بجد مخابن عالم كان خسارات بوج بر انحطاطه بسلمانه عالم همي خسارات بوج بر خسارات كا بسلمانه وقت بسلمان خسارات بو اف عالم همي بيك و خسارات بو والعياذ بالله ام دعاش طبعا خطبه ما كربو كرك مايا و ان شاء الله يا مايا و هشتا موضوع يعني قتل ولا طبعا مقدمه كسر كشني چكي فرق قلي دا ما قولي بد دعامش خود تعالی و انفید بیشیم بو خود تعالی دا هندک دا توبه بکن بری او بمرن بری حوالی ببن بری محل خوب گوهرن بری خانی خوب گوهرن بری دنیای بگوهرن بری مرنه بری قبرستانه دا بخود توبه بکن او عالم اسپی بلن کن یا ربی متوبه یا او توبه بکن خود تعالی ارحم الراحمين دي حوالي خدي تعالى بتن عقوبات الدنيا خلاص اللهم حقي خلك لازم حقيهم داتا بي تشكي نايويا ناي بابي ويا وكي ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قلت يا معاويه الخليفه العموي قلت يا معاويه قلت بل يا ابا ذر قلت اف مالي تايا ويا امويانا يا عائل الحاكمه يا هوايا انا قلت نا بس قلت بايكيا قلت الشعبية قلت سامين بري بجمال نمالي معاوية ناي بابيوية ناي عمويانا ناي تميميانا ناي حجازيانا ناي هاشميانا ناي قريشيانا بايكيا بجا المال ومال الشعب أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان إن الله سبحانه وتعالى في عليائه أمرنا جميعا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه
فقال جل من قائل وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وتابع كل أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء يا من اسمه دواء وذكره الشفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم استجب لنا دعاءنا ولا تقطع رجاءنا واكفنا شر كيد أعدائنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل النفاق والمنافقين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين وأذل من عاد الإسلام والمسلمين اللهم قوي إيماننا وانصر ديننا وحقق آمالنا وارفع درجاتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك اللهم العلا من الجنة مثوى لنا جميعا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر